طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. ما خصوش الإعدام، خصو الذبيحة من الرقبة للرقبة، فهمتيني؟ كاين شي حاجة فهمتي، أي محل ديال الشدة عادي كيتسمى، فهمت دابا ولا في المغرب هذايا، فهمتي؟ خصو بنادم، ماش غنقول لك ما قلت لك أحسن من الكاميرا من المواطنين ديالنا وشتاق لنا شي واش هضره ماشي هي هذيك، خدي قلت أنا شي حاجة فهمتي، هذيك ما خصوش الذبيحة، كيما من ديك العاية خصو يعملو هو كيما بواحد الطريقة اللي هي فهمتي ماشي باللحم. بالحديد فهمتي المنظر، ويكون حامي ويدمر عاد خلي تما يما تمرو ولا شنو يتعدل له فهمتي المنظر، والاعدام قليل في حقه. وكون مشي وكان عايش شي سرقه شي حاجه هدايا، حنا بيدنا كيتما خطينا وضربنا الحباسات وكذا وكنأدوا العقوبه ديالنا وكنخرجوا بحالنا الحمد لله فهمتي، ولكن دابا توبنا الله وبعدنا مشاكل وكذا، ولكن ما عمرنا كيتسمى نونا هدايا، واخا نكونوا مدروكاريس مخضرين منفحين وكذا ما كتزعمش تعمل شي حاجه العائله صاحبي، قوم العرش الله كيتزعزع. وجامتيني يعني هذا شني اللي زعزعتي العرش الله يعني وصلتي لله سبحانه بحال شركتي بالله يعني شركتي بالله شني خصك تموت، هذاك ما خصوش الاعدام خصو يموت. خاي ديالي الساهل انا عندي الساهل صراحه ضل، لان خو هذاك غيكون عبره لاي واحد اخر باش ما يزيدش يعمل نفس بارتي فهمتيني. اما الا جاو تساهلوا مع ديك القضيه ديال تساهلنا معاه لا ما كاينش خصو يكون الاعدام، هذا كيعطي فرصه لواحد اخر انه يعمل نفس الشيء، غنبقاو حنا لا الدوله ديالنا ما كتعمل شيء ما كتفعل شيء. والو انا كيجيني الساهل اخي هادشي اللي كان الصراحه يعني خدا حقه اللي كيستاهل فهمتي، يعني الحكم اللي كيستاهلو انه يستاهل الاعدام. ايوا هادشي اللي كاين. شعور ديالكم كسكينه؟ الشعور ديالنا هو ان كيفاش نقول كنشوفوا العداله يعني كتطبق شي اللي كاين. زعما هاد الفاجعه هادي اللي وقعت في طنجة ألمتنا كاملين بينا وكاملين حسينا بحال اللي واحد مني فهمتي، بحال خايف بحال فهمتي بحال واحد من العائله تعدى عليه والعقوبه جات في بلاصتها مزيانه الاعدام مزيان، ونتمنوا الاعدام يبقى يتنفذ في هذا الانسان هذا، لان هاد الشيء هذا زعما اي واحد اي واحد وماشي اي واحد، انت واحد دابا حنايا في واحد مجتمع، اذا خففنا العقوبه على هذا اي واحد غادي يطغى، اي واحد يعمل هذا الشيء هذا فهمتي. الاعدام عقوبه مزيانه احسن حاجه فهمتي، هذا الشيء اللي يستحق ومزيان من اللي مس، حنا مزيانين بلا بيضاء. واش كتشوفوا الحكم مناسب بالنسبه لينا؟ هو هذاك هو احسن حكم، هو هذا هو الاعدام. بالفرحه طبعا، يعني واحد الانسان اللي عمل واحد الجريمه ومات. اليوم جينا نتكلموا على قضيه ديال الطفل عدنان اللي تمت الاغتصاب ديالو والقتل ديالو، حنا كنا متبعين الملف من الاول ديالو، الصراحه حرقتنا في القلب ديالنا، لان اي واحد يقدر يتعرض لهاد الجريمه هذه، مره يكون خاي يكون ولدي يكون بنتي، وحنا كمثلوا المجتمع المدني وكجمعيات والمنظمات الحقوقيه وهكذا نحترصوا على تنفيذ هذا الحكم هذا اللي هو الاعدام، ما يبقى شي حبر على ورق، لان اذا تنفذ هذا الحكم هذا راه يكون هذا عبره لاي واحد بغى يرتكب ديك الجريمه هذيك. وحنا نبقاو تابعين الملف الى تن اخر نهايه، غنمشيو نبقاو تابعين السيناف والحكم النهائي، وكنتمنى يتنفذ المسؤولين لا من النيابه العامه ولا المسؤولين ديال الحكومه ولا المسؤولين ديال الدوله. وكنشكر سيدنا على التعزيه وعلى التدخل ديالو في هذا الملف هذا.